باتت المجاعة والأمراض تطاردان سكان غزة مع استمرار الاحتلال عدوانه على القطاع وفرضه حصاراً على المدنيين الأبرياء. الفلسطينيون في خان يونس باتوا يعانون بسبب نقص الوقود والكهرباء والماء. صار علينا لا مية ولا كهرب ونوم على البلاط وولادنا عيانين. إيش بدك تقولك أكتر من هيك؟ وإحنا عيانين وتعبانين وشجيانين ومنقول حسبي الله ونعم الوكيل. كل إشي الوقود مشى المخابز والكهرباء وطبيخ على النار وعذاب. حياتنا عذاب. سمعنا في 48 واليوم عشناها. ومع توقف الحياة بقطاع غزة لجأ الفلسطينيون للاعتماد على الوسائل البدائية في ظل أزمة انعدام الخدمات جراء الحصار الإسرائيلي. كل الحياة وقفت، المجاري صارت الطفح، الناس ما فيش وقود، النفايات ملت الدنيا، المخابز وقفت، الحياة كلها يعني انشلت، يعني تقدر تقول فيش من حياة إلا 15% من حياة. لما تلاقي واحد بيعمل عمار رز يسوي على الحطب، يعني بلاقي واحد مدبر حاله عنده غاز قديم جايب غاز عتيق، يعني الحياة من دون وقود تسوى شيء. إن شاء الله كارثة إنسانية. كل سبل الحياة انتهت، لا نت ولا اتصالات ولا جوالات ولا رسال، ولا قادرين نفتح الجوال، ولا كهرب ولا مية حلوة ولا مالح. كل المحتويات هذه مقطوعة علينا من يوم الحرب. يعني هذا 2023 اللي احنا بنعيشها أسوأ حياة، لكن ربنا معنا والحمد لله وربنا ينصرنا. يعني البلدية بتشتغل كذا على الصياف الأول وكان كل شيء متوفر، الحين السادة البلدية صفت حسب إنه فيش وقود، صار الشغل جد يدوي وعلى الكراد الحصن كمان تقريبا. السيارات اللي كان يشيل الطريق كل 90% من الحمل كله صفت السيارات هذول، الحين صار شغلنا على إيدينا وعلى الحصن. السيارات رسم وقفة، ما فيش أي يعني الحجة إن الشحن يمشي بدون وقود، وفيش وقود كيف تمشي السيارة. وفي ظل تلك المعاناة تتزايد المخاوف من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف والهجوم البري في تقويض النظام الصحي وإعاقة وصول المياه النظيفة، وأدى أيضاً إلى تكدس الناس في أماكن الإيواء. أنا لما بطبخ على النار بأثر، هذا أنا أصلاً عندي حساسية في صدري، فإيش هذا بأثر علي الدخنة وكل إشي، فلما هذا بطول على الأكل لما يجي يستوي، لكن لما يكون متوفر عندنا الغاز على طول يعني بأخذش ربع ساعة، هذا بطول بده ساعة وأكثر يا ابن الحلال. فعد يعني وشوف عد الأمراض والدخنة وشوف الرمل والقصف اللي احنا فيه والمسجد المقصوف، يعني هذا مش مكان يعني انه احنا مجبورين نطبخ فيه يعني الأكل، يعني ممكن نمرض بأي لحظة. يعني أصلا مدرسة مليانة عدوى، أصلا مليانة أمراض، فما فيش يعني أصلا مضطرين نعمل على النار عشان نطعم أولادنا عشان نوفر لهم لقمة العيش. وتقول وكالات الإغاثة إن الاحتلال سوى أحياء بأكملها في غزة بالأرض في الهجمات الجوية والمدفعية، وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم، وأصبح الوضع الإنساني كارثياً.